لا يبدو أن السعودية وعمان تسيران في اتجاه مغاير للمسار الذي خطته الأمم المتحدة منذ بداية النزاع لمعالجة الأزمة اليمنية، فما الجديد في هذه القضية وبأي اتجاه تسير الحلول؟ يمكن القول أن الرياض ومسقط تحاولان إعادة ترتيب أولويات الخطة الأممية بآليات وتدابير تتماشى مع واقع الحال الذي فرضته من جهة رغبة السعودية في الانتهاء التدريجي من المشهد اليمني والحكومة اليمنية من جهة أخرى، بغية التوصل إلى معالم محددة لخارطة طريق تتوافق عليها الأطراف اليمنية، تمهيداً للشروع في البحث عن حل سياسي سلمي مقبول وشامل ودائم للصراع اليمني. ولعل آخر مستجدات هذا الملف لقاء الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بحث خلاله التعاون والتنسيق بشأن خريطة الطريق بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة. كما أكد وزير الدفاع السعودي استمرار دعم بلاده للمجلس وأهمية تغليب المصلحة الوطنية من جميع الأطراف اليمنية للوصول إلى سلام شامل ودائم يساهم في تحقيق التنمية والازدهار لليمن وشعبه. ولكن للوصول للنتائج المرجوة لابد من اتباع مجموعة إجراءات لبناء الثقة المتفق عليها في الرياض مع الحوثيين تفاهماً وقبولاً بالبنود التالية: تحويل الهدنة الهشة القائمة في اليمن إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسرياً لدى الطرفين، إضافة إلى دفع رواتب موظفي الجهازين العسكري والمدني في اليمن بعد انقطاعها لنحو 8 سنوات من الحرب، وإفساح المجال أمام تدفق السلع والأغذية والأدوية والسماح بالسفر، وذلك عبر الموانئ والمطارات اليمنية المختلفة، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط. من الناحية النظرية يفترض أن يؤدي النجاح في تحقيق مهام هذه المرحلة إلى عودة جميع أطراف الصراع اليمني إلى المسار السياسي المتوقف منذ أواخر عام 2018، لكن هذا المسار سيعود وسط تبدل الكثير من ملامح المشهد السياسي السابق الذي توقف عنده حين التوصل إلى ما عرف باتفاق ستوكهولم.